إذن الموضوع يلي رح نتأمل فيه أنا وياكم اليوم سميناه خالف تعرف، ومش أنا يلي سميت هذا الشيء. يعني إذا منجي منطلع إنه خالف تعرف، في كمان في مثل بالإنجليزي قريب كتير منه بيقول لك bad news good news، يعني المهم إنه حدا يحكي عنك بالمنيح بالعاطل، المهم إنك تكون أنت على مرمى حكي الناس، مش هم شو بيحكوا عنك، مش هم شو بيقولوا عنك، المهم إنه يحكوا عنك. إذا بدنا نبلش من اللحظة الأولى ونفكر شو يعني خالف تعرف. خالف تعرف إني هالكلمتين المخالفة والمعرفة، يعني أنا مجرد إنه كنت ما بشبه حدا معناتها أنا صرت معروف، مجرد إنه أنا عملت شغلة ما حدا بيعملها معناتها أنه أنا صرت معروف والناس صارت تحكي عني. وأكيد اليوم مع وسائل الإعلام هالشغلة هايدي عم تتطور أكتر، العالم يلي صار مثل قرية بلحظة الخبرية بتتنقل، يعني بالضيعة كنا من زمان إذا حدا بيعمل شغلة مش مزبوطة دغري خبريته بتنتقل بقلب الضيعة وكل الناس ببلشوا يحكوا فيها. اليوم المجتمع والعالم كله سوا صار ضيعة، بهالضيعة هايدي من خلال وسائل الإعلام والاتصالات صار قادر إنه أي شغلة بتصير بالصين باليابان بزيمبابوي وما بتصير قادرة إنه نعرفها نحن بساعة الساعة. فإذا المخالفة بتكبر لأنه صار نسبة الناس أكتر، والمعرفة صارت أكبر لأنه نسبة الناس يعني صارت عم تعرف بهالشي هيدا هو أكبر بكتير. خالف تعرف أو bad news good news، إذا بدنا نحلل الشغلة نفسيا خلينا نبلش ببدايات الإنسان. يسوع ما قال ولا كلمة وغلط فيها، بغض النظر إذا يسوع هو ابن الله أو مش ابن الله، أنا عم بحكي إنسانيا. لما منقرأ بالإنجيل ومنقول إنه ربنا بفيض من حبه خلق الإنسان، فإذا كلمة حب. ولما نحكينا عن خلق الإنسان على صورته وعلى مثاله معناته إنه أعطاه القلب مركز الحب. فإذا ربنا، إذا نحن بدنا نحدد الله منقول نحن إنه الله هو الحب. هالحب يلي من بعد غلطة الإنسان ومن بعد سقطة الإنسان ما تركوا بخطيته، بالعكس ودى الأنبياء ودى الرسل وبالنهاية ودى ابنه. وهون لما مربولوس بيقول لم يعد مساواته لله غنيمة بل تواضع، تواضع أخذ طبيعتنا البشرية. فإذا الله بحبه لا محدود تواضع وصار مثلي أنا الإنسان، صار بشر مثلي يتألم يتوجع يبكي يفرح، حمل الصليب كرمالي ومات عني حتى يعطيني الحياة. مشان هيك بيقول المسيح ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه. فإذا بلشنا بفعل حب فعل الخلق وانتهينا بفعل حب أعظم فعل الصليب والقيامة يلي فيه الإنسان رجع أعاد، يلي فيه المسيح رجع أعاد الإنسان إلى حضن الآب. فإذا هذه هي حياتنا المسيحية. وآخر وصية بيعطيها يسوع لتلاميذه بهذا يعرفكم العالم أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. فإذا محور حياتنا المسيحية كلها هي الحب. إذا منيجي ومنشوف قديش المسيح حكي عن الحب، يمكن كل شيء علمه يسوع ما علم إلا عن الحب، ورفض الأشخاص يلي ما كان في عندهم حب. حكينا أسبوع الماضي عن الفريسيين عن الصدوقيين عن الأشخاص يلي كانوا بوجهين وبلسانين، هالأشخاص هودي اللي كانوا مش موجود الحب بحياتهم.
فإذا أنا حتلخص حياتي المسيحية، حياتي المسيحية هي حب عم يمشي، حب عم يمشي، عم يمشي الحب. أنا لما بكون طفل بيكبر، بيكبر أنا ولازم يكبر الحب معي، بخطير أنا وبيكبر الخط الحب معي، أنا بموت وعلى خشبة تابوتي لازم الحب يكون هو الأساس، وهالحب علامة دمعة الناس اللي بتبكي علي. فإذا الإنسان كله سوا من بداية حياته إلى موته هو محتاج للحب. ما في ولا إنسان بالدنيا بيقدر يعيش بدون حب، ما في ولا إنسان بالدنيا بيقدر يعيش لوحده. لما منقول نحن أنه الإنسان هو كائن اجتماعي، شو معناتها؟ معناتها أنه هالإنسان بحاجة أنه يحتك بخيه الإنسان يحب وينحب. فإذا لما بقول أنا أنه الإنسان ببداية حياته إلى موته محتاج لهالحب، الطفل لما بيكون بعده بأحشاء أمه بيصير يلبط، أي متى بيروق؟ لما أمه بتحط إيدها على بطنه وبتحل مثله، بتطمنه أنه أنا موجودة، أنا بعدني حدك، أنا هون. من اللحظة الأولى يلي بيولد فيها الإنسان بيولد الحب، بيولد الحب بالعيلة، بيولد الحب بين الأصحاب، بين الناس، كل الناس بتكون فرحانة. فإذا مجية الإنسان على الدنيا بيخلق نوع من الفرح وبيخلق نوع من الحب، وفلت الإنسان من الدنيا بتخلق نوع من الدمعة ونوع من الحزن، عم يبكوا على شخص حبوه، على شخص عم بيودعوه، على شخص ما بقى رح بيشوفوه. فإذا تحديدنا للإنسان هو شخص بحب، وشخص بحاجة إلى الحب. ما في إنسان يقدر يعيش بي ولا لحظة من اللحظات بدون حب، وهيدي هي الشغلة يلي نحنا ما مننتبه لها. رح بلش أنا بخالف تعرف من بداية الحياة، ما مننتبه نحنا لطريقة التصرف يلي منتصرفها مع أولادنا. الأم والبي مرات كتيرة بحياتهم في عندهم تفرقة بين الأولاد، وهالتفرقة بين الأولاد تدخل بحياة الإنسان، بتدخل بحياة الأم والبي بدون ما يعرفوا، في تمييز. وإذا بتوقفوا قدام المراية وبتعملوا هيك إعادة نظر بحياتكم بتشوفوا أنه أنتوا في عندكم تمييز بين ولد وولد. يمكن في ولد منو شاطر، يمكن في ولد بشع، يمكن في ولد منه ذكي، يمكن في ولد منه موهوب، يمكن في ولد عنده إعاقة. مشان هيك منشوف نحن أنه على طول الأهل بدون ما ينتبهوا وبدون ما يوعوا، لأنه بالنهاية هودي ولادهم من لحمهم ومن دمهم، بس بدون ما يوعوا الأهل منشوفهم أنهم في عندهم تمييز بين ولد وولد. الولد الشاطر الأم بتشوف حالها فيه، يقبر قلبي شاطر، عم يرفع لي راسي بالمدرسة، بروح يا أبونا بيصير قلبي هالقد، الرهبات شو بيقولوا لي عنه للصبي، معلماته أساتذته، يا أبو ما بعرف هيك يا أبونا قلبي بيصير هالقد. منروح مرة تاني منشوف الولد التاني اللي هو مش موهوب للعلم. مش معناته إذا مش موهوب للعلم معناته صار حرف ناقص بالبيت، لأنه مرات كتير الأهل منشوفون أنه ببلشوا ياخدوا قوم دروس، ما بدي أدرس، زلمي مش موهوب للدرس، ليش ما بتكون مثل خيك؟ مرات كتير منهينه قدام الناس، مش طالع منه شيء، كسلان، ساقط، أو ومنستعمل كلمات أقوى من هيكي وأقسى من هيكي وأبشع من هيكي، منجرحه فيها. كون مثل خيك، ليش ما بتكون مثل خيك؟ بيك عم يتعب، بيك عم بحط مصاري، بيك وخيك، كون مثل خيك، لك خيك كيف مبيض وجنا، لك خيك،
طلع ببيك قديش بيك عم يتعب، فإذا خيك وبيك خيك وبيك هالشغلة هيدي باللاوعي تبعوله لهالولد بتخلق عنده هالنفور. مشان هيك بتيجوا لعندي بتقولوا يا أبونا في ولد هايبر، إنه ما فيك تهدي، على طول معاكس، على طول ضد، بيخرب البيت بيكسر بالبيت، بعضه صغير بيخرب بالبيت بيكسر بالبيت، بيأذي أخته بيأذي أمه بيأذي بيو، بيو نايم إجا كب عليه ما بعرف شو، هودي كليتهم باللاوعي تبعوله خالف، عم بخالف. ليش؟ عم بقلكن حبوني، عم بقلكن أنا كمان عندي وجود، عم بقلكن أنا كمان في عندي كيان، انتو ليش عم بتميزوا خي عني؟ مش عم يعرف يعبر، ما عم يعرف يقول الشيء اللي بده يقوله، عم بيعبر بالحركات يلي انتو مش عم تقبلوا فيها، عم بيعبر بالحركات يلي انتو عم تزعجكن. بس هون هو هالانزعاج يلي عم بيسببوا لإلكن بده يزعجكن، قاصد انه يزعجكن حتى يقلكن أنا في عندي وجود، حتى يقلكن أنا هون، حتى يقلكن من المفروض أنه تحبوني مثل ما بتكون تحبوا خيي. أنا مني موهوب بس أنا في عندي شيء أنه أعطيه. والولد بيكبر، وبقدر ما بيكبر الولد منشوف أنه هل خالف تعرف عم تكبر معه، خالف تعرف عم تكبر معه، وكل شيء عم يكبر معه، بس لأنه هذه الشغلة صارت بدمه، هذه الشغلة لما بتصير بدمه فإذا أكيد هذه الشغلة عم تكبر، عم تكبر فيه أكتر وأكتر. فإذا الولد الصغير يلي ما مننتبه نحن أنه ليش عم يتصرف التصرف هيدا، إذا نحن منيجي ومنرجع منعالج حياتنا ومنقرأ حياتنا على ضوء الشغلات يلي عم قولها، بتشوفوا أنه الغلط الأساسي هو من الأهل. فإذن على طول المخالفة يلي بيعملها الإنسان، فإذن في إلا سبب، في إلا سبب. أنا مش عم بحكي عن المخالفة إنه الإنسان ما انتبه وقطع الخط الأحمر، ما مش منتبه غفي وقطع الضوء الأحمر، لا، أنا عم بحكي عن مخالفات مقصودة عم يعملها الإنسان. هالمخالفات المقصودة يلي بيعملها الإنسان فإذن في سبب، على طول في سبب. حتى الشهرة يلي بيعملها الإنسان بالمخالفة، المهم إنه يحكوا عنه، المهم إنه يحكوا عنه. ما بدي أدخل أنا شو كان تاريخه شو كان، حكيت أنا بالإجمال الإنسان شو بيكون، بالإجمال المشاكل يلي بيعيشها الإنسان. بس منيجي منطلع نحنا إنه مرات كتيرة في أشخاص بيخبطوا، والخبطة تبعيتهم بتكون على طول لأنه هني معاكسين. في بعض الفنانات طلعوا ما عندهم هالصوت، بس هني أشخاص معاكسين حكيوا عنهم، هالحكي عنهم خليهم أنه يكونوا مشهورين، خليهم أنه يكونوا معروفين. هلأ اليوم على وسائل الاتصالات منشوف أنه فلان مثلا أهضم واحد على الانترنت، أهضم واحد مين سامع فيه، خالف، عمل شغلة ما حدا عملها، عمل شغلة ما حدا سبقوا عليها. مثلا ليدي غاغا ومادونا، هودي أكبر اثنين يلي أنا بعتبر أنه أكيد في غيرهم كتار يلي كانوا مخالفين، والمخالفة تبعيتهم كانت خلقت نوع من حشرية عند الناس، وخلقت نوع من أشخاص مع ومن أشخاص ضد. بإنما هالمع والضد جعلوا منهم أنهم يكونوا ستارز، أكيد هن ستارز عالميين. إنما إذا منيجي منطلع من بداية الشيء اللي عملوا شيء مش مألوف، عملوا شيء مش مقبول، عملوا شيء مرفوض. لما مادونا بتصلب حالها، لما مادونا بتصلب حالها بتاخد شخصية يسوع المسيح، إذن هيدي الشغلة مش مقبولة، مش مقبولة مسيحيا.
هالشي هيدا خلق نوع من ضد ومن ناس مع، انه ناس مع الشيء اللي عملته لانه في حريه، والشيء اللي الناس المتدينين يلي كانت ضد. الشخص اللي رسم صوره عن النبي محمد، هالشخص هيدا بغض النظر اذا نحن قبلنا الشيء اللي عمله او رفضنا الشيء اللي عملناه، عملنا منه انسان نجم، عملنا منه انسان نجم. ليش خليناه انه يكون معروف؟ احمد رشدي مثلا لما كتب ايات شيطانيه، بغض النظر اذا كنا نحن معه او بغض النظر اذا نحن كنا ضده، بغض النظر اذا قلنا نسفك له دمه، هيدا الانسان صار انسان معروف عالميا. ليش؟ بالمخالفه اللي هو قدر انه يعملها. فاذا من هون اللي عم اقول انا، بالمخالفه اللي انت قادر انك تعملها، قادر انت انك تكون نجم. الناس اللي كانوا ضدك قادرين انه يعملوا منك نجم. ليدي غاغا لمن لبست الفستان يلي هو لحم، شغله مقرفه وشغله بشعه كثير، او لما غنت غنيه جوداس، شغله مقرفه ومذري بالنسبه لإلي. هلا بالنسبه لناس كتار يمكن تمثلوا فيها وعملوا مثل ما هي بتعمل، وحاولوا انه يلحقوها، حاولوا انهم يلحقوها. ليش؟ لانه هيدي صارت موضه، لانه هيدي شغله جديده، شغله ما حدا عملها. فمرات كثير نحن مننبش انه نعمل شغلات جديده، وهالشغلات الجديده في بعض الاشخاص مننبشهم على الفيسبوك ومننبشهم على الانترنت ومنيجي منجعل منه النجوم. في اشخاص مشعوطين عملوا منه النجوم. مشان هيك اليوم وسائل الاعلام هي الوسيلة الإعلامية، هي السلطة الأولى. كانوا يقولوا عن وسائل الإعلام هي السلطة الرابعة، بس هيدا الشيء مش صحيح، لأنه وسائل الإعلام اليوم بهالضيعة الكونية يلي نحن عم نحكي عنها، قادرة أنه تجعل من شخص منه شيء مش معروف بالمحل تبعوله، قادرين أنه يعملوا منه نجم. واليوم إذا بتجوا بتطلعوا وبتشوفوا البرامج يلي عم بتضوي على هالشغلات، وبتطلع هالمشاكل وهالعقد يلي موجودة بقلب المجتمع، طلعوا وقروه. خليني أقرأ أنا وياكم البرامج يلي عم تنحط. على شو عم بتضوي؟ عم بتضوي على المشاكل، عم بتضوي على العقد، عم بتضوي على المخالفات. هالمخالفات يلي عم يجعلوا منه النجوم، هالمخالفين يلي بدون ما نطمس القضية وبدون ما القضية ما تطلع للملا، عم نخلق منها برامج. وهالبرامج هيدي عم بتضوي، يعني أي شخص عم بعيش الأزمة يلي عم بعيشها هالشخص يلي عمل نجم، فبيقول إنه أنا بدي يكون مثله، وأنا إذا كنت مثله فإذا أنا بدي نجم مثل فلان الفلاني، أنا بدي نجم يمكن إذا بغير جنسي، وبكون أنا أول واحد بلبنان إنه أنا شاب عملت بنت، أو بطلع واحد مش معروف إن كانه صبي ومش معروف إن كانه بنت، وبعمل منه نجم، بعمل منه نجم وبقول له على سلامة عينك، برافو أنت حر، عمول اللي بدك إياه، حر عمول اللي بدك إياه ببيتك. مش بتطلعوا على وسيلة إعلامية من شافي من ملايين الناس، وهالشي هيدا ما في رادع، ما في. عملت منه نجم أنا، أخذت إكزامبل، أنا عملت منه نجم أو شخص قاتل ما بعرف مين ومحكوم اعدام، جاي انا عم اقول له انه انت النجم، انه انا عم تستحق انه اعمل لك حلقه، بتستحق انت انه اعمل لك حلقه. ليش؟ شو عامل انت؟ لانك انت مجرم، لانك انت قاتل انت ومحكوم بالاعدام، عملتك نجم، طلعتك انا على وسيله اعلاميه بدون ما انا كون عم نبش على شغلات حلوه. اقدر انا انه نجي نعطي مثلا برنامج توعيه، برنامج حلو، برنامج ندل فيه على اشخاص ابطال وكانوا مخالفين، مشوا بالطريق الصح. هيدا ما بيعني لهم، هيدا ما بيعني لهم. على طول بدنا ننبش نحن، هيدا اللي بيسموه سكوب. بدون ينبشوا على شيء يقدر انه يستقطب الناس. وبنظر وسائل الاعلام انه انت اذا بدك تحكي عن شيء حلو ما حدا بيسمعك، إذا أنت بدك تحكي عن شيء حلو مين اللي بده يسمعك؟ اللي عمره 50 سنة و60 سنة و70 سنة. أو أنا إذا بدي نبش على شغلات قادر إنه استقطب الشباب اليوم، أنا بدي نبش على شغلات بتحكيهم، وهذا شيء مش صحيح، هذا شيء مش صحيح.
وأكبر دلالة أنه في نسبة كبيرة من الشباب وفي نسبة كبيرة من الأطباء وفي نسبة كبيرة من المعلمين بيسمعوا صوت المحبة وبيتابعوا البرامج اللي نحن بنعرفها. وبشوف أنا بالاتصالات اللي بعملها قديش في ناس بيقولوا يا أبونا نحن منتابع صوت المحبة، قديش نسبة الشباب والصبايا يلي بيتصلوا بيقولوا نحن هالشي هيدا نحن منحبه. إذا بتطلع على الفيسبوك، على الفيسبوك نسبة الشباب والصبايا يلي ما بيحكوا إلا عن الله. فإذا في نسبة من الناس ما فيي أنا إنه ما أعتبرهم، ما فيي أنا إنه ما حسسهم إنه أنتم موجودين، لأنه هالناس يلي أنا عم بعتبرهم مش موجودين مثل الأم والباي يلي كانوا يعتبروا إنه هالولد هيدا مش موجود. فإذا خيو هو الأفضل، خيو أفضل منه. ليش؟ لأنه بفكروا بغير طريقة، لانه هني بيفكروا بغير طريقه، لانه هني تفكيرهم هو التفكير الصح. ليش كانوا ضده ليسوع المسيح؟ لانه يسوع المسيح مشي بطريق الصح وهني كانوا ماشيين بطريق الغلط، اعتبروه انه هو المغلط. ليش نحن بنيجي بننتقد القديس، الشخص اللي بيصلي، الشخص اللي بنشوفه بالكنيسه، بنيجي بننتقده بنظرنا انه هذا الانسان مخالف؟ بس مش صح، هيدا الإنسان منه مخالف، هيدا الإنسان يلي ماشي على طريق الصح وأنا اللي مخالف. فإذا لازم نحن نعرف نميز بين الشغلات الصح وبين الشغلات الخطأ، والتمييز هو شغلة كتير مهمة وشغلة كتير أساسية بحياتي يلي أنا بعيشها. النقطة الأخيرة يلي رح أحكي عنها إنه المخالفة بالدين. بذكر بالاس ام اس على 71 70 74 82، الاشخاص يلي بحبوا انه يعطوا اي تعليق حول خالف تعرف، او بحبوا انه يسالوا اي سؤال حول خالف تعرف. فاذا الاس ام اس على 71 70 74 82. فاذا النقطه الاخيره يلي بدي احكيها المخالفه بقلب الدين. فإذا حكينا أنه في مخالفة بالفن، حكينا أنه في مخالفة بحياة الإنسان أول ما ببلش، في مخالفة بالمدرسة، في مخالفة بالمجتمع، في مخالفة بقلب الدين، في مخالفة بقلب الدين. وهون اللي من بدنا نحكي نحن عن المخالفة بقلب الدين، مثل ما أنه نحن بدنا نعمل سكوب إعلامية مرات كتير بقلب الدين، نحن منجي بدنا نعمل سكوب بدون ما نقصد وبدون ما نريد. يا أما لما بشتغل أنا بطريقة كتير متزمتة،
يا أما لما بكون أنا بطريقة كتير فاضحة. المرأة يلي بدها تجي على الكنيسة ما بعرف شو لابسة، كل الناس يلي موجودين بالكنيسة اللي من بدهم يطلعوا بدهم يحكوا عليها خالف، بلا ذوق بلا ترتيب بلا إحساس، عيب الشوم، لكيف جاي، نص جسمها مبين، وهودي الشغلات منشوفهم خاصة نحن منشوفها بالأعراس، منشوفها بالعمادات، بالبربارة، بربارة يعني بس بقلب الكنيسة، شو مكان ما عدا مكان مقدس نحن موجودين فيه، ومنشوف أكيد مين بيتفرع أكتر ومين بيتزلط أكتر ومين بيلقلقوا عليه أكتر. ومن ناحية تانية منشوف التزمت التاني، الشخص يلي أو المخالف التاني، الشخص يلي مثلا ما بيسلم عليك إلا ما لافف مصبحة على إيده، أو البنت يلي بتجي بدها تتناول وحاطة الإشارب على راسها، أو يلي لبسي طويل كمان بنظر الناس إنه هيدي الإنسانة ليش عاملة بحالها هيك. فإذن في مخالفة من هون وفي مخالفة من هون. هلا يمكن الشيء اللي عم تعمله هالبنت أو الشيء اللي عم يعمله هالشاب يمكن عم يعمله عن اقتناع، يمكن عم يعمله عن وعي وعن اتصال عن جد بالله. وحكينا المرة الماضية إنه مثلا هل الشغلات الاكسترا يلي بتكون مثلا بالقداس، مثلا نحن عم نقدس بنشوف انه فلان انبطح، انه انبطح على الارض بالشيء اللي عم يعمله، يمكن بالنسبه له الشيء اللي عم يعمله شيء كتير مهم، بس هيدا الشيء عم بخالف فيه المجموعه، وبمخالفته للمجموعه عم بتكون الناس عم تتطلع فيه انه في حكم، الناس عم تحكم، الناس عم تحكم. واكيد مثلا مرات كتيرة انه حتى بعض رجال الدين يعني بيطلعوا عن الليتورجيا وبيخلقوا شغلات على ذوقهم وعلى طريقتهم، بس انما نحن بدنا نستقطب الناس ونقول انه نحن في عنا الاف والاف من المؤمنين يلي بيجوا لعنا وبيقدسوا معنا. هذا الشيء شفناه نحن ببعض السكت يلي خلقوا بقلب الكنيسة، هالسكت يلي خلقوا يلي كانوا مشكلة ومشكلة كتير كبيرة. فاذا هودي مخالفات، هالمخالفات هودي اللي عم بتصير عم تطرح علامات استفهام كتيرة وعم تطرح عدة شغلات نحن لازم نعالها. فإذا من هون اللي بدي أقوله أنا إنه المخالفة بحياتنا كلها سوا قادرين نحن إنه نخالف، تدخلكون الغاية شو؟ إنه أنا أكون معروف؟ الغاية شو؟ إنه أنا يحكوا عني؟ أو أنا الشيء اللي عم بعمله عن اقتناع؟ يمكن مع الوقت الشغلة بتصفي عن اقتناع، يمكن هلا انا لما حكيت عن الدين بعض الاشخاص يتصلوا فيي ويقولوا لي ابونا انت مغلط، لانه الشيء اللي نحن بنعمله عن اقتناع، نحن ما عم نعمل هذا الشيء حتى نلفت النظر. بس انت عم تلفت النظر، انت بقلب الجماعه لازم تحافظ على الشيء اللي عم تعمله الجماعه. انت لحالك قادر انك تعمل اللي بدك اياه بعلاقتك مع الله وبصلاتك مع الله. فاذا في فرق بين القداسة وفي فرق بين الإنسان يلي بيمشي على طريقته مفتكر إنه هيك بتكون القداسة. القديس مار شربل كان يعيش مع رفقاته، كان يصلي مثل رفقاته، كان وكل القديسين مثلهم مثل رفقاتهم، بس لما كان يكون لوحده علاقته كانت مع الله لوحده. يعني لما ما كان ياكل الا الخبز والزيتوني او الشغلات هيدي، شغله كانت بينه وبين الله، مش ضروري كل الناس يعرفوها ومش ضروري كل الناس يقروا ويحسوا انه هو شو الشيء اللي عم يعمله. فاذا مشان هيك المخالفه في مرات كتير بتكون مش عم بحكم انا هون، مش عم خالف انا حتى احكم، بس اللي عم اقوله انه مرات كتير بتكون بس نحن للمظهر. ان شاء الله اكون غلطان، بس لأنه أنا دقيت بشغلي بعرف أنه الشغلة اللي دقيت فيها هي شغلة كتير حساسة، وبعرف أنه يمكن في أشخاص ينزعجوا هلأ من الشيء اللي قلته، إنما لابد أنه تنقل هذه الشغلة. إذا نحن عم نحكي عن موضوع، الموضوع لازم نعالجه بكل الطرق. فإذا المخالفة ممكن تكون سلبية وممكن أنه تكون إيجابية، بس أنا الشيء اللي عم أقوله أنا ما عم كون مثل غيري. فإذا مدعو أو بدي هذه الدعوة بدي أقولها للكل، إنه بكل مجموعة لما الإنسان بيطلع
بيكون مخالف أكيد في سبب، أكيد في سبب. حتى بقلب الكنيسة هؤلاء الأشخاص اللي حكيت عنهم وقلت إنه مرات كتير بيكونوا مخالفين عن الجماعة، يمكن في سبب، يمكن هالإنسان صار في شوك بحياته، يمكن هالإنسان هيدا كان ماشي بطريق غلط وتاب وبده يعبر عن توبته، يمكن عمل هيك، يمكن تصرف بهالطريقة. أنا بفهم، بس اللي بدي أقوله أنا انطلاقا من الشيء اللي حكيته إنه هيدي مخالفة، وهالمخالفة مش مخالفة، يعني عم بيكون غير، هيدا اللي بقصده، عم بيكون غير المجموعة، وغير المجموعة هالإنسان هيدا الناس بتحكي يمكن سلبا يمكن إيجابا، يمكن يقولوا إنه رائع، يمكن يقولوا أف قديشو قديشو مكمش بالقشور وما عم بعيش الجوهر.